وهنا اذا هنا بقى الوضع على ما هو عليه في حاله من التشاؤل، والثليج ما مع وضرب الزبيب، وبقينا احنا ندور على مكتسب ومخرج نلمه ونحافظ عليه من هذا اللقاء. ولا شيء طلعوا بي، نريد نحافظ على شيء يا معودين. ما نوقش داخل الاجتماع، الحفاظ على يعني الخلق والسلوك المجتمعي، لان يعني اكو سلوكيات الان يحاول يعني الجانب الامريكي الجانب الاسرائيلي الصهيوني اللعب على عقول الشباب في كثير من القضايا، يعتبرونها في الظاهره يعني يسموها حضاريه وسلوك حضاري وما ذلك، ولكن هي بعيده عن الكل القيم والاخلاق. مجتمعين حتى يحافظون على الاخلاق والسلوك الاجتماعي، يعني قعدوا اتفقوا شباب راح يفشر بعد من وراي شار مريد، لا حد صاحبه من يصير ازدحام بالباب رجاء، انطب كنا بدون تبس، لا حد يمشي ويا نوري هم تشوفها ترى اجتماع وسسبنس وثليج وزبيب حتى يطلعون بمخرج اسمه الحفاظ على الاخلاق والسلوك المجتمعي، بحيث اذا فات واحد ورا الاجتماع وطلع طيب يخرب هدف الاجتماع كله. زين بس زين بلشنا نطلع بمخرجات من الاجتماع، بعد ايش طلعنا بمكتسبات نحافظ عليها؟ ترى صار لنا اسبوع ننتظر والله. السيد مقتدى الصدر كان الهدف الاساسي من زيارته، وانا اقول لك بكل صراحه انه في الفتره الاخيره يعني الصراع وصل الى مرحله والتصعيد والخطاب الاعلامي، البعض كان يروج لفكرة يعني حتى على مستوى وسائل الإعلام المحلية والدولية بأنه مسألة الصدام الشيعي الشيعي قادم في مناطق الجنوب والوسط، وأن هذه الجغرافيا سوف تحترق بالقتال. اتفقوا على استبعاد خيار الفوضى أو خيار الاقتتال الشيعي الشيعي. ممتاز ممتاز، يعني هم اللي يأخذون هذا الخيار أو ما يأخذوه، هم بيناتهم فراحوا قعدوا، ها شباب شنو رأيكم نسوي فوضى وحرب أهلية واقتتال شيعي شيعي ونخلي مليون مليونين يموتون والناس تتهجر، وهاي لو نستبعد هذا الخيار؟ شو متردد بهذا الخيار شوي؟ فخلي سووا طرة وكتبة، فطبعا من سووا طرة وكتبة فسووا انطوا الدينار النوري، النوري سووا طيب ماكو الدينار طلع ماضي. وهنا احنا طلعنا بمخرج حقيقي هسه، هذا المخرج يقول او المخرج يقول إذا صارت فوضى واقتتال داخلي على الانتخابات فالناس ما لها علاقة، الإطار هو السبب، لأن هالمرة استبعدوا الاقتتال، يجوز مرة ثانية يطق عندهم ما يستبعدوا، خاصة أنه قيمة السلم الأهلي عند الإطار وزبابيقهم من يخسرون مقاعدهم يصير هيك. أنت تفرض علي أن أقبل والله حفاظا على السلم الأهلي من دنع أبو السلم الأهلي اللي يفرض علي مجلس نواب مزور بالكامل وحكومة مزورة بالكامل، والله دنع على أبو لأبو حتى هيك سلم أهلي، سلم أهلي هذا أحرق العراق حرق إذا ما أنا مقعد يناخذ بالانتخابات، والله والله العظيم شوف لو لا جنابك من توصل للمقاعد يصير أنا على أبو السلم الأهلي زبوق يصير بالإطار، هذا أي واحد بالإطار يقوم يسويها عادي تصير هاي. استغفر الله يا رب. قدم لكم اياد السماوي احد الزبابيق المهمين جدا والمعتق جدا في فرقه الزبابيكس، تحيه لاياد السماوي شباب. زبوق عتيق اصلي معتق، مو هيك مو شلون ما كان يقول لك يابا احرقوا العراق مقاعد اهم، خليكم ويانا يعني.